السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نستعرض لكم حدث من حصله من خلاله على سكن بدلة أسطورية بالشكل الدائم والمجاني، وأيضا نستعرض لكم عجلة الرفيق الباندا اللي نزلت من حوالي يومين على لعبة ببجي موبايل. بس قبل ما نبدأ مقطعنا لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما نتوجه لقائمة الأحداث بنلقوا أنه في حدث جديد نزل معانا، والحدث يأتي تحت مسمى تحدي الفنون القتالية. ومثل ما ظهر أمامكم الآن أول ما ندخل لهذا الحدث بنلقوا أنه هذا الحدث جاي بنظام التقدم. ومثل ما ظهر أمامكم الآن عندنا مجموعتين من المهام. المجموعة الأولى ومثل ما ظهر أمامكم الآن هي عبارة عن مهام تتكرر بالشكل اليومي في الوضع الكلاسيكي، وبعد ما تفدوا هذه المهام ومثل ما ظهر أمامكم الآن بنجمعوا العملات الذهبية الخاصة بهذا الحدث. بعد ما تكونوا جمعتوا كمية جيدة من العملات الذهبية ومثل ما ظهر أمامكم الآن نلقوا ثلاثة خانات فارغة، وهذه الخانات تزود الشخصية الخاصة بك اللي ظاهرة أمامكم الآن بالعتاد اللازم، بحيث أنها تساعد في التقدم في المراحل القتالية. ومثل ما ظهر أمامكم الآن كل ما كان العتاد جيد ازدادت سرعة تقدمكم في المراحل القتالية ضمن الحدث. ولكن حاول أنك أنت توازن في إحصائيات شخصيتك وتركز على الشخصية المنافسة ضمن المراحل القتالية، وأن تكون دائما إحصائياتك أعلى من إحصائيات المنافس. ومثل ما ظهر أمامكم الآن بعد هزيمة كل الشخصيات ضمن المراحل القتالية بتتوجه لثاني قسم من مهام الحدث، واللي بإمكانكم من خلاله أنكم أنتم تجمعوا جوائز. ومن أبرز هذه الجوائز هي سكن بدلة أسطورية مع غطاء الرأس بالشكل الدائم والمجاني، وهذا هو شكل سكن البدلة مع غطاء الرأس ظاهر أمامكم الآن، والبدلة بصراحة تعتبر جيدة. حدث تحدي الفنون القتالية ابدأ معنا في تاريخ 6/1 وبينتهي في تاريخ 9/2، فحاولوا أنكم أنتم تستغلوا هذا الحدث بالشكل الجيد وأنكم تتحصلوا على سكن البدلة مع غطاء الرأس. وايضا مثل ما ظهر امامكم الان من ابرز الاشياء الجديده اللي نزلت معنا للعبه ببجي موبايل، نزلت معنا عجله الرفيق الباندا. ومثل ما ظهر امامكم الان اول ما ندخلوا لهذه العجله بنلقوا انه اغلب سكناتها يغلب عليها طابع الباندا، سواء كان سكنات بدلات مع غطاء الراس او سكن الخوذه او سكن السياره. ولكن من ابرز واقوى الاضافات في هذه العجله هي رفقاء الباندا. فهذه العجله فيها ثلاثه رفقاء، رفيقين باندا ميثك ورفيق باندا اسطوري. العجله بصراحه تعتبر جيده، ولو كنت من الاشخاص اللي جمعوا سكنات بكميات كبيره فانا انصحك انك انت تفتح عليها، لانه اغلب الجوائز اللي بداخل هذه العجله تعتبر جيده. ولو حتتحصل على اكبر قدر ممكن من السكنات فانا انصحك على الاقل بشحن بين 10,000 وال 15,000 شده. وفي حال لو كنتم مهتمين انكم انتم تحصلوا على احد رفقاء الباندا فانا انصحك على الاقل بشراء رفيق الباندا الاسطوري، وانك تتجنب شراء رفيق الباندا الميثك من متجر الاسترداد، لانه مثل ما ظهر امامكم الان اسعار رفقاء الباندا الميثك في متجر الاسترداد يعتبر جدا غالي. عجله الرفيق الباندا نزلت معنا في تاريخ 7/1 وبتنتهي معنا في تاريخ 28/2، يعني مده العجله حوالي شهر كامل. واخيرا نحب ننوه انه في انجازات جديده نزلت معنا ضمن لعبه ببجي موبايل في التحديث الاخير 2.4، وباذن الله في المقاطع القادمه حنستعرض لكم هذه الانجازات. فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد اول باول. وفي النهايه اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، اعطوني رايكم في حدث تحدي الفنون القتاليه والجوائز على هذا الحدث، واعطوني رايكم في رفيق الباندا وايضا سكنات العجله الخاصه بالباندا، هل نالت اعجابكم او لا ولماذا؟ أرجو من الله أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. في حال عجبكم مقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.